عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. انا النهاردة مش هتكلم عن تجربتي، مع ان تجربتي خير وبين، يعني انتوا شايفيني وانا عندي 60 سنة الحمد لله وزي الفل، بدون مشاكل صحية، بدون امراض، من فضل ربنا. انا هكلمكم عن السكر الابيض والبني، عشان في ناس بتقول لي ايه البني، ممكن ناخد البني؟ لا، هو السكر الابيض والسكر البني. وجايبه لكم عن دراسة بقى معمولة في جامعة هارفارد في أمريكا، يعني مش عن تجربتي أنا، لأ ده إجماع من يعني من كل العلماء. بيقولوا السكر بقى بيعمل إيه؟ هقول لكم السكر بيعمل إيه، وهقول لكم إزاي تبطلوا السكر، لأن السكر أصلا إدمان، يعني السكر إدمان. فاللي عايز يعرف إذا كان عنده مشكلة صحية من اللي هقولها دي، هو علاجه السكر، انه يبطل السكر. واقول له يبطله ازاي. اول حاجه، السكر بيسبب السكر، بيعمل اضطراب في الهرمونات. كل اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، خمول او نشاط او ورم، اي مشاكل في الغده الدرقيه بسبب السكر، لانه بيبوظ الهرمونات. بيسبب الضغط، بيسبب السكر، مرض السكر. بيعمل مقاومة الأنسولين، اللي هي بقى سبب كل الأمراض اللي أنا قلت عليها دي. أمراض القلب، لو عندك أي مشاكل في القلب، في الأوعية، تصلب شرايين، عندك نبض سريع أو النبض ضعيف، قوة القلب مش قوي، عضلة قلب ضعيفة، بطل سكر. التهاب المثانة، التهاب الامعاء، التهاب المعده. طبعا انا قلت قبل كده التهاب المعده هو بيبقى السبب في مشاكل القولون بالكامل، تقرحات القولون بقى والكانديدا والجرثومه. شفت السكر بيعمل ايه؟ حساسيه الصدر، الجيوب الانفيه، لو عندك مشاكل في اي حاجه في الجيوب الانفيه، طبعا بيقلل المناعه او بيقتلها، بيدمر المناعه. هو سبب حب الشباب، سبب تجاعيد البشرة، سبب ترهلات البشرة. جرب تبطل السكر 2-3 أسبوع بس، حياتك هتتغير. طب السكر إدمان صراحة، انت اول ما تبطل السكر او اول ما تبطل السكر هتحسه. على فكرة السكر بيسبب الأرق وعدم النوم بالليل، وبيسبب اكتئاب، وبيسبب توتر وقلق نفسي، لانه هو اصلا ادمان. فكل ما بتاخد سكر عايز زياده، كل ما بتاخد سكر عايز زياده، فبتزود جرعات السكر والبيبسي والحاجات الساقعه. طبعا ده كله ده سكر، مع ان في سكر موجود مفيد، يعني موجود في الفاكهه، في العسل النحل النقي اللي هو الطبيعي، يعني في التمر، بس طبعا ناخده باعتدال. هنيجي بقى عند اهم حاجه واهم خطوه، ازاي تعرف تبطل السكر. اولا، انت اول ما تبطل السكر في اليومين الاولانيين هتحس بدوخه، هتحس بصداع، لان هو ادمان، كانك بتاخد مخدرات. عشان تتخلص منه هنبطله بقى بالتدريج. يعني انا عن نفسي انا بطلته مره واحده، لان انا جالي السكر وكان عندي مشاكل صحيه كتير، هتعرفوها من يعني الفيديوهات، اكتر من 200 فيديو على القناه بشرح فيهم كل حاجه. لكن في ناس مش هتقدر تبطل السكر مره واحده، هنبطله بالتدريج. ليه؟ عشان ما يحصلش ما يحصل لنا صداع او توتر او عصبيه. بناخد 4 معالق نقللهم، نفضل نقلل 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 لغايه ما نتخلص من السكر الابيض والبني تماما. ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هتكلم هعمل لكم فيديو هتكلم فيه عن بدائل السكر اللي هي الصحية، والبدائل اللي هي السيئة اللي هي اخطر بقى من السكر الابيض. ان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو عن بدائل السكر الصحية، وهي معروف طبعا اهم يعني احسن بديل وانا باخده اللي هو ستيفيا، بس انا باخده ورق اخضر ناشف كده زي الملوخية. ان شاء الله اشوفه فيديو جديد ومعلومة جديدة، واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب تبطلوا السكر عشان تنتهي كل مشاكلكم وبشرتكم تبقى مشدوده وقويه.